اهلا بحضراتكم من جديد. احمد يمكن اجي لك، ما شاء الله شفنا في التقرير يعني لقطات ليك في المباراه، وكلمني انت لعبت فردي مع الست المغريه. لعبت فردي الست مغريات. كسبت كام في الفردي؟ والله انا الماتشات كلها لعبناها، انا الحمد لله ربنا كرمني وكسبت الماتشات كلها. يمكن كم مجموعه يعني في المثل الاولى؟ خلينا نتكلم في الماتشات، يعني انت لعبت كم مباراه احنا لعبنا من اول المجموعات لحد الدور قبل النهائي والنهائي، لعبنا 4 ماتشات. انا لعبت فيهم 5 ماتشات، 3 فردي و2 زوجي، والحمد لله ربنا كرمني وكسبت الماتشات كلها. طب على المستوى الفردي المجموعات، يعني عدد المجموعات كام؟ 2-0 2-1 يعني؟ والله هو كان اقوى ماتش ايه يعني؟ انا بسال ليه عشان اعرف اقوى مباراه كانت ايه بالنسبه لك. هو اقوى ماتش كان ماتش النهائي طبعا. كنت بلعب يعني ولد كويس من الموجودين في نادي السد، و الماتش كان صعب لانه ماتش نهائي وماتش دوري يعني، كان مهم والحمد لله يعني ربنا كرمني وكسبت. طب خلينا نتكلم عن يعني يمكن الزوجي انت كنت بتلعب اكيد مباراه، قلت لعبت 3 فردي واثنين زوجي. الزوجي لعبتهم في انهي ماتشات يعني؟ لقاء الشاي الصيد ولا لقاءات قبل كده؟ انا لعبت فردي في لقاء الصيد ونادي وادي دجله ولقاء نادي لوبلس الشروق. والمنافسات كانت على كام يوم تقريبا؟ هو المجموعات اللي اتلعبت في حوالي 3 ايام، والقبل النهائي والنهائي اللي اتلعبوا على 2 ورا بعض. يعني انت البطوله كلها والدوري كله كان 5 ايام صح؟ كان 5 ايام. 5 ايام. طيب وخلينا نتكلم عن يعني انت من اولاد النادي الاهلي صح ولا انا غلطان؟ والله انا كنت بلعب في نادي سماش. يعني ده لعبت فيه من وانا صغير، وانتقلت للنادي الاهلي. عندك قصه الانتقال ايه؟ يعني جيت سن كام؟ احكي لي بقى التفاصيل. انا يعني جيت للنادي الاهلي الموسم اللي فات. تمام. طبعا يعني شرف لي ان انا اكون موجود في النادي، والناس كلمتني ويعني ما اتاخرتش الصراحه وجيت على طول. طب يعني طموحاتك ايه؟ يعني اكيد برضو انت ليك طموحات، اكيد انت شايف ان النادي الاهلي ده خطوه انت ان شاء الله تنضم له، وبعد كده باصص لحاجه. هل انت باصص تطلع جامعه مثلا؟ خلاص انت 2005 على 16 سنه بنتكلم في سنتين وهتبقى جامعه. هل باصص تطلع بره؟ عايز تجرب صفوه، تجربه صفوه؟ عايز يعني كلمني عن طموحاتك. انا بصراحه يعني انا كاحمد انا نفسي ان انا اكون حاجه يعني فريده من نوعها في التنس، ان انا اكمل زي المشوار بتاع محمد صفوت. لكن يعني ان شاء الله هعمل حاجه احسن واكون حاجه جديده في التنس يعني. في التنس يعني انت عايز تبقى يعني يمكن تجربه ميار وصفوت خلت اللعيبه تتشجع ان احنا نقدر. يعني ميار دلوقتي دخل بقى 83 تقريبا عالميا على ما اتذكر اخر خبر كنت 73 كمان 74. يعني قصدي اقول لك بتقفز قفزات كبيره في التصنيف، فده بيتهيألي بيخليك تتحمس. احنا كده كده عندنا البوتنشال اللي خلينا نعدي ونشرخ في الترتيب العالمي ونكون من الاوائل كمان. بالظبط. بس هي كلها في الثقه، واحنا يعني الحمد لله الجيل ده الثقه فيه عاليه شويه، فاحنا ان شاء الله هنعمل حاجه. وانا يعني احب ان انا اكون انا اللي موجود في المكان ده لاول مره يعني.